أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. صباح النور، صباح الخير على باب الإدارة. وقفة على إدارات مختلفة في تونس الكل. الهاجس متاعنا هو خدمات جدية للمواطن التونسي. باش نبدأ اليوم من القاسرين وبعد نمشي لسليانة ثم نرجع لتونس العاصمة. أول تحية نقدموها لفدوى القرمازي من القاسرين. صباح النور فدوى، أهلا وسهلا. صباح النور ليليا، تحية ليك ولكافة مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية وأيضا متابعي الإذاعة الوطنية على الصفحة الرسمية. مرحبا بيك، وين باش تهزنا اليوم وشنو المتابعة؟ اليوم نقطتنا الخارجية ليليا تجي من مقر ولاية القاسرين. هذه واحدة بالإدارات اللي موجودة في القاسرين. أكيد بين المواطن وبين السلطة الجهوية ديما نسمع المواطن ونشوف السلطة الجهوية شنية الحلول اللي موجودة. اليوم مشكل الاكتظاظ المروري والاختناق المروري في مدينة القاسرين، الانتصاب العشوائي، برشا حاجات معناها تمس المواطن. السلطة الجهوية تلوش في الحلول لإيجاد حلول لحلحلة مختلف الإشكاليات هذية. اليوم مشروع جديد، هو تصور جديد ليليا، مشروع مدينة القاسرين الجديدة. مشروع باش تكون فيه مرافق حيوية تمس المواطن وتكون فيه تهيئة شاملة، ومن شأنها كما كنت نحكي أن تساهم من حد من الاكتظاظ المروري داخل مدينة القاسرين. المشروع هذا هو كما كنت نحكي هو تصور ورؤية استراتيجية. المشروع هذا باش يكون معنا مباشرة ويلي القاسرين السيد رضا الرقبيني للحديث حول مشروع مدينة القاسرين الجديدة والتصور للمشروع هذا وكيفاش باش يكون المشروع. والمشروع هذا في أنا مرحلة كنا معناها سبق وتابعنا أن فما معاينة لقطعة الأرض اللي باش يتم إحداث مشروع مدينة القاسرين عليها. اليوم جديد مع السيد رضا الرقبيني ويلي القاسرين. صباح النور سيد الوالي. صباح الخير وتحية لكافة المستمعين. اليوم المواطن سيد الوالي اكتظاظ مروري، اختناق مروري، انتصاب عشوائي في مدينة القاسرين، الكرهب مش ليك كيفاش تتعدى. المواطن اليوم حتى كيفاش يمشي لتواجه الإدارة من الإدارات، نشوفوا معناها مشروع جديد مدينة القاسرين الجديدة هذية. من العنوان سيد الوالي نشوفوا شنية مدينة القاسرين الجديدة وآخر خطوات المشروع هذا والتصور هذا. يعطيك الصحة سيدتي العزيزة في التقديم هذا، لمحالة ربحتني بكذا باش ما نخدش نقدم في المشروع. هو من الأول بدا حلم، والحلم وكل استراتيجية متاع كل منطقة تبدأ بالحلم ومنها يولي مشروع ومنها يدخل للتنفيذ. احنا عنا الحزامية اللي البرة من القاسرين هي الحلم ذاك اللي باش يمنعنا قدام الوضعية اللي عايشين فيها. زوز أنهش فقط في مدينة القاسرين، اكتظاظ اللي باركينج ما فماش، المناطق الخضراء ما فماش. خممنا في الحلم هذا كونه باش نخرجوا للحزامية اللي فين فما منطقة في الحزامية فيها 420 هكتار. طلبنا من أملاك الدولة باش نحجروها باش ما تقع فيها حتى بيع ولا شراء وحتى ما يدخل، ووقتها نكونوا نعملوا المدينة الجديدة سور دي على حاجات على أسس واضحة. وأولا ننطلق، هو طلبنا احنا من بلدية القاسرين باش تراجع مشروع التهيئة الترابية، التهيئة العمرانية للمنطقة هذيك. وخممنا احنا ناخذوا الضفة اليمنى نتاع المنطقة هذه الكل تكون فيها إدارات مستشفى، تزهيد وزارة التجهيز، ملك الدولة، الإدارات الكل مش تقول تسمي الحماية المدنية، المرافق الكل عالمين. وعلى اللي صار هذيك تقول قبل ما نبدأ ونعاوز نقول الشبكات باش تدخل الشبكة السكك الحديدية، كل منطقة كل مدينة تكون فيها شبكة الحديدية تسهل وتنقص من الضغط. خممنا باش وبعثنا المكاتب للشركة السكك الحديدية باش تنظر في المشروع هذا وكيفاش تحط تدخل شبكات كيف لوناس، شبكة المياه السطحية، شبكة مياه الأمطار، التوسكي اتصالات، التليكوم، كل هذوكم تمشي لهم المشروع باش من توا يخمم. البناءات كما قلت الضفة اليسرى باش تكون للمواطنين، تكون سكن اجتماعي ولكل الأصناف نتاع المواطنين. باش خممنا في المشروع باش نعطيو قطعة أرض للافهاش عندك كيفاش، قطعة أرض لسبرولس، قطعة أرض للاريو، قطعة أرض للسنيد، قطعة أرض الكل باش هما يكون البناء خاصة يكون عمودي باش نلقاو المساحات تبقى للمساحات الخضراء والمآوي للسيارات. هو الحقيقة حلم أما ينجم يعقل إنجاز نتاعو، خاطر الأرض هذه وقع تحجيرها وباش نخصوها كل المشروع هذا. وإن شاء الله مع بعضنا تضافر الجهود باش نبنيه مدينة نتاع الجيل الثالث ولا الجيل الرابع ولا حتى الجيل الخامس.
هو عمل تشيرك السيد الويلي، فما خطوه تجديده بعد الخطوه معناها اختيار وتسييم معناها انتقاء قطعه الارض مع امريكا الدوله. اليوم ايش هي الخطوه التجديديه ان شاء الله؟ صحيح مشكوره، انت ذكرت كلمه تشاركيه، هي تشاركيه في الاختيار نتاع المكان وفي التوظيف نتاع المكان هذا. هو كما تعرفوا انتم تو احنا عندنا الغرفه الثانيه اللي ان شاء الله تكمل بها الستركتور الريجيم بصفه هذا نتاع ذو رأسين، الغرفة التشريعية والغرفة التنموية. اللجان حضروا بيخطوا معنا إن شاء الله بالتنسيق ما بين اللجان المحلية للتنمية والبلديات والإدارات الموجودين هنا، يقع التنسيق في اختيار كل المشروع نسميه احنا مشروع، الفكرة دي تتسمى مشروع، باش كل حاجة شنو باش يقع فيها وكيفاش وعلاش، والطريقة التشاركية هذه إن شاء الله لتودر النسبة نتاع الخطأ ما يكونش كبيرة، ويكون التوظيف واضح قدام الناس الكل، لا انتماءات ولا خلفيات لا حد شيء. وقتها نتصور كانوا المشروع يكون كما حبيناه وتكون فيه فايدة للمنطقة وللمتساكنين. تصور مواطن باش يجي باش يدخل فلوس كسرين، باش يخرج مضمون، باش يجبد حاجة من البنكة، باش يمشي أي حاجة تلقاه يتعثر، ما يبقاش وين يحط ترابته. وزيد أضف إلى ذلك الانتصابات اللي زاد خممنا لهم باش نعطوا لهم عملوهم مكان اخر، نخرجوهم من القاصرين من وسط البلاد، نحطوهم في مكان لهم هما الكل. وقتها بالطريقه هذه نكونوا حاولنا باش نقصوا من الضغط نتاع الديبيد لاسيركيلاسيون، الضغط نتاع الحركه المروريه في الكياس، وقتها تسهل لنا ونقولوا القاصرين الحاليه والقاصرين الجديده اثنين يطيبوا فيهم العيش. شكرا. نعم فدوى، كان ممكن نسأله سيد الويلي الأجيال متاع التنفيذ، وقتاش فعليا باش تبدأ هالمشروع هذية بعد انتقاء قطعة الأرض واقتنائها من أملاك الدولة؟ الأفاق الزمنية اللي حاطينها لتنفيذ المشروع هو الحقيقة أنا كما قلت لو تسمح، كما نعم. قلت كان حلم وتوكا في الدراسة، وبعدش كي يبدا المشروع ريال ما يبداو يقسموا كل كيفك وشكون باش يعمل كل حاجه، وقتها نبداو نخموا في التمويل. نعم. تمويل خاصه الادارات الكل كيفاش تخرج الزفه اليوم كما قلت، برشا ادارات ومستوصف ومستشفى وبرشا يضطر برشا اعتمادات، والاعتمادات هي اللي تصير المال وقوام العمل، ما هما اللي حددنا الفتره الزمنيه اللي باش يقع فيها الانجاز نتاع المشروع اللي هو باقي نعاود نقول حلم. صحيح. والحلم مادامنا واقفين على ساقينا نجم ونحلم. صحيح. هو الليله الليل يعني معتمده معناها بعد مرحله سيد الويلي مرحله الانتقاء لقطعه الارض هي التخصيص كما قلت برشا مؤسسات نتاع الدوله هما اللي باش يقوموا، ما حد ما نحبوش احنا بعض. تقولي علاش الخواص ما ينجموش؟ لا، فما مناطق تكون يقع تخصيصها للمواطنين، البنايات الفرديه، المشاريع. ما تتصورش يعني مدينه جديده فيها يزن فيها كل المصالح تكون متوفره. نعم. أو مال هو اللي يحدد الزمن. نعم. شكرا فدوى. شكرا فدوى القرميزي، مراسلة الإذاعة التونسية من القاصرين. شكرا لضيفك الكريم السيد ويلي القاصرين سيدي دار ركباني، وبالفعل طال انتظار المشروع هذايا. وإحنا في قضية رأي عام، قداش من مرة تعديوا معنا المجتمع المدني والمواطنين والأهالي يحكيوا على مشاكل الانتصاب العشوائي وسط البلاد، يحكيوا على اكتظاظ مروري، يحكيوا أنه مدينة القاصرين كلها ولات موجودة في مساحة صغيرة، المرافق الإدارية والسوق وغيرها، وفما مساحات فاضية بعيدة شوية يمكن استغلالها. تم برمجة هذا في انتظار التنفيذ، في انتظار الموارد المالية. إن شاء الله على القريب نرجع ونشوفوا هالمشروع هذية بداية يتنفذ فعليا. شكرا ليك فدوى القرميزي من القاصرين. بعد شوية نمشي والسليانة، خليكم معنا.